يعني طبعا مبروك النادي الاهلي طبعا ووصوله الى المباراه النهائيه، ولكن خلينا ناخد اللي حصل انه اتهامات بتراجع مستوى النادي الاهلي في دور المجموعات، وبالفعل كان مستوى متراجع، ثم النادي الاهلي في النهائي كالعاده. شوف النادي الاهلي يعني اتعودنا معاه ان هو مش بيلعب مباراه وخلاص، هو بينظر للبطوله بشكل عام، وشيء طبيعي جدا. يعني ما كانش اي حد يتوقع، او في ناس كتير مش متوقعه، ان هو يمر من دور المجموعات ويصل الى المباراه النهائيه او الدور النهائي. لكن انا بشوف ان ده طبيعي، يعني وارد جدا انه المستوى يقل شويه، بس انت ما بتفقدش الهدف اللي انت بتشتغل عشانه. يعني مش معنى ان انا بعاني في دور المجموعات لاي سبب من الاسباب، بسبب مباريات معينه او كده، ده مش معناه ان المشوار انتهى. وخلي بال حضرتك كابتن، ده بيميز النادي الاهلي عن غيره من كل الانديه، ان هو، ودايما بنقولها، ان هو عنده هدف. اللعيبه عندهم هدف، الجهاز الفني عنده هدف عاوز يحققه. الهدف ان هو يكمل لغايه الدور النهائي ويكسب البطوله. وعشان كده ده اللي بيفرقك عن مثلا سان داونز. يعني سان داونز من الفرق جيد، يعني فرقه ممتازه بلا شك، لكن اداره المباريات، ازاي انت تلعب مباريات الذهاب والاياب. يعني انا قبل المباراه بتاعت سان داونز والوداد، المباراه الاولى اللي انتهت بالتعادل السلبي، صفر صفر، والله ويمكن قلت مع حضرتك كان توقعي انه الوداد ممكن جدا باي تعادل، باي تعادل زي ما حصل. احنا قلنا هنا يعني مع بعض تعادل 1-1، 2-2، 3-3، وده اللي حصل. بعض الناس يقول لك ايه، لا ده سان داونز هو اللي جاب الجون في نفسه. لا، ما احنا ما هو بما زي عامله زي ايه، قطر الطائر. لسه كنت هقول لك ده اسمه تفكير قاصر. ليه؟ لانه ضربه الجزاء اللي ضيعها قطر الطائر هي جزء من المباراه. ايضا الهدف اللي جابه سان داونز في نفسه ما هواش جاي من فراغ، هو جه نتيجه طريقه لعب الوداد. صحيح، اللي هو معمول صح وضغط بشكل صحيح. كويس جدا على فريق سان داونز، وعنده هدف. يعني هي الفكره اللي انا عايز اوصل لها يا كابتن، ان انت بتتعامل مع المباراه ككل، مش بتاخد ايه، ما تجيش تقول لي مثلا احنا لعبنا الربع ساعه الاولاني كويس. طب ايه يعني، انا اتغلبت فرق اتنين مثلا او فرق، ايوه ده كله كلام. معلش يعني لما بيجي من ناس بتقول خبرة بتوع كورة يعني، وبعدين يجي يكلمني يقول انت ما لبستش الشورت مثلا، انت لعبت فين؟ لا، هي حاجة برضو بالمنطق يعني. صحيح. هي ما هياش يعني ما تجيش تحاسبني، والله انا لو ما كنتش عملت كذا كنت كسبت، او لو كنت عملت كذا كنت مش عارف ايه. الكلام ده كله افتراضات وهمية، زي مثلا الناس اللي بتهاجم كولر. يعني حضرتك دلوقتي بتشير الى انه كولر كان في فترة معينة، مش فكرة استاذ جمال، لا في ناس تقول لك كده، يقول لك كولر ما عندوش فكرة. طب انا عايز افهم، مش فاهم يعني واحد، طب واخد، عنده فكرة، لا واحد واخد ثلاث بطولات في ست شهور، في ست شهور، سبع شهور، وواصل الى ان هو النهارده يعني باذن الله مرشح لاستعادة درع الدوري، الفوز بالدوري، ومرشح للفوز بدوري ابطال افريقيا، مش هقول بقى فايز، مرشح. هل ده كله وراجل ما بيعرفش في الكوره؟ ده النادي الاهلي بيكسب بالجمهور، طبعا النادي الاهلي بيكسب بالجمهور مليون في الميه. ما هي الفكره كلها ايه، هي عوامل متشابكه بالظبط كده. وبعدين حاسبني في الاخر انا الانجاز اللي انا بعمله ايه. اما واحد يجي يقول لك ده الاهلي ما بيقدمش كره حلوه، ازاي ما هو ما بيقدمهاش ازاي؟ اذا كنا بنتفرج على الماتشات، كولر عنده مشكله اساسيه انه ما عندوش مهاجم اللي هو اللي احنا بنقول عليه راس الحربة الصريح. قدر من خلال شغله هو يوظف ويعيد اكتشاف مجموعة اللاعبين اللي متوقعين كتيرة. صحيح. جدا. انت عندك النهاردة الوسط دفاعا وهجوما
من افضل الخطوط اللي موجوده. طب هل ده كله ده مش شغل تطور اداء يعني؟ هل ده ما عندوش، هل ده ممكن يكون ما عندوش فكره؟